انت هلا اخذت حصه من معونة الغذائيه، انت عائلتك كبيره؟ عندي بنتين وغيري، ما عندي شغل، ما بشتغل. شو كنت تشتغل قبل؟ بالنسيج عامر. لسه هلا غيري؟ صار لي 3 شهور 4 شهور. حكينا عن وضعك المعيشي. ما بشتغل بيرت، لولا هالثوره يعني الشباب عم يعطوني معونه الله يعطيهم العافيه. ان شاء الله. انا عندي اخي مجاهد. وما بصلكم حرامات بطانيات؟ لا هيدا لازقين الحرامات البطانيات. انا من هون قاطري، انا من سكان باب النيرة. من سكان منطقة باب النيرة. الله يعطيكم العافية.